السلام عليكم ورحمة الله الثامنة من مساء تونس، على رأس أخبارها عناوين الليلة مشاهدينا. انقطاعات ماء الشرب والكهرباء المتكررة ببعض مناطق البلاد تربك حياة المواطنين اليومية في ظل ارتفاع درجات الحرارة القياسية. فلاح وطماطم المعدة للتحويل في نابل يطلقون صيحة فزع جراء الصعوبات التي يواجهها القطاع، ويطالبون بتعويضات عن تضرر محاصيلهم جراء انتشار الفطريات. لأول مرة منذ أكثر من عقد، الرئيس الفلسطيني يزور مخيم جنين ويعلن انطلاق عملية إعادة إعمار ما دمره المحتل، مشددا على سيادة القانون. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. بعد انقطاعات ماء الشرب المؤثرة بعديد معتمديات ولاية قفصة، الولاية صاحبة معدلات الحرارة بين الأعلى وطنيا خلال الصيف، وانقطاع الماء والكهرباء عن متساكني معتمديات ولاية سيدي بوزيد، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولي الشركتين الوطنيتين المزودتين بالماء والكهرباء، دعاهما إلى حل الأزمة سريعا. في وقت يتواصل فيه ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت معدلات قياسية في عدد من المناطق، تعيش بعض معتمديات ولاية قفصة وضعا صعبا تتكرر فيه انقطاعات الماء الصالح للشرب أو تدفقاته الضعيفة، ما يربك الحياة اليومية داخل التجمعات السكنية التي تلجأ في أحيان كثيرة إلى التزود بالماء من خلال الخزانات في حال توفرها. أمورنا تعب ياسر خاصة في الصيف، وبصفة عامة رديف بصفة عامة، وحي سيدي عبد القادر بصفة خاصة. بنقب ال 15 يوم بال 20 يوم جينا حتى قطر ما كان كي تدخل، جينا استرنات وجينا برشا إعانات منا ومنا. مشكل قديم جديد ماهوش جديد علينا، يعني مشكلة الماء في رديف تقعد الأحياء، يعني خاصة العمايدة والنزلة والشيرة العالية شوي تقعد بال 15 يوم بالأكثر ما يوصلهمش الماء، وهذا في زمن كزمن هذا يسمى كارثة كبرى. خص وضعية القصب هذه، ثلاث مقاولات كل مقاول يجي يقول باش نبدل القصب، والمناقير ما تمشيش، ما ثماش منقالة تمشي، عندي منقالة عندها ثلاث سنين ما تمشيش، نمشي لهم قلت تو نجوا نبدلوه، إلى يومنا هذا ما يبدلوهاش. الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب في معتمدية رديف والمعتمديات المجاورة وتزامنها مع فصل يكثر فيه الطلب على الماء، وصفها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالجهة بالمعركة من أجل حق أهالي هذه المناطق في الماء الصالح للشرب. وطالب المنتدى إدارة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة بالبحث عن حلول سريعة للاستجابة إلى حاجة حرفائها. الحل اللي نشوفوه أنه لابد من أن الصناد تعمل مشاريع جديدة، خاصة الأبار الجديدة، نحكو دائما على البير 15 هذا كمشروع جديد، لكن إلى حد الآن لم يدخل حيز التنفيذ. نعرف كل أن المسؤولية الأولى لإيصال الماء هي مسؤولية ملقاة على عاتق الصناد، لكن الواقع الحال في رديف ما زلنا في حاجة إلى تدخل شركة فرشاة قفصة، خاصة في إطار مسؤولية المجتمعية. ولاية سيدي بوزيد وتحديدا سيدي بوزيد المدينة ومعتمدية الرقاب وسيدي علي بن عون ومنزل بوزيان تعيش الأزمة مضاعفة بسبب الانقطاعات في الماء والكهرباء، فانقطاع الماء الصالح للشرب ما رده انقطاع التيار الكهربائي بسبب خلل فني أصاب محولا من محولين اثنين فقط بالجهة يعتمدان في تشغيل الآبار العميقة وتزويد الولاية بثناء الماء والكهرباء. وقد أدخلت هذه الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالجهة حالة من الارتباك والاحتقان في صفوف الأهالي. العياد فسدت، الخضرة فسدت، الفريجدرات ما عادش تحط فيها حتى شيء، كي مشي كان جازة معناها مبوبة وكهو، ما عادش يمشي حتى حاجة، وهذا من مرافق أساسية ما يستغناش عليه حتى شيء. التيار الكهربائي ينجر عنه انقطاع المستمر للماء الصالح للشراب. الماء الصالح للشراب نفيقوا الصباح ما نلقوش باش نغسل وجوهنا، ما نلقوش باش ندوشوا، ما نلقوش باش نعيشوا حياتنا الطبيعيه كما الناس. هو اصلا ما غير صالح للشراب، فما بالك يزيد ينقطع
فبالتالي يعني ولينا نلتجأ إلى حلول بديلة. قاعد نحفر في مجال أنا شخصيا يعني باش ما عادش معناها نستغنى على الصناد بشكل نهائيا، يعني لأنه هذا بصراحة أنا ندعو السلطات الجهوية أنها تلتفت للمنطقة هذه بالذات وتحللها مشاكلها. يعني هذه الانقطاعات المتكررة في الماء والكهرباء كانت محل متابعة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي دعا إلى العمل على وضع حد لها في أسرع الأجال لدى لقائه الرئيسين المديرين العامين للشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز. واعتبر رئيس الجمهورية أن عمليات الصيانة الروتينية كان يفترض القيام بها قبل فصل الصيف ولا يمكنها أن تبرر ظاهرة الانقطاعات المتكررة. وعقب تصنيف منطقتي توزر وقبيلية تونسيتين أسخن مناطق العالم هذه الأيام مع البصرة العراقية وأوميديا في إيران، تحدث المواطنون والمتخصصون إلى مصطح الأخبار عن التغيرات المناخية الحادة التي تشهدها البلاد وما خلفته من حرارة ورطوبة شديدتين أثرتا وتؤثران على معيش الناس. أرقام قياسية فوق العادة لا فقط على المستوى المحلي بل كذلك على مستوى كوكب الأرض، حيث صنفت توزر ودوز كأسخن مناطق على سطح الأرض بالتساوي مع البصرة العراقية وأوميديا الإيرانية، حتى لاذ الناس فرادى وجماعات بالبحر علّه يطفئ لظى أجسادهم. العالم كل الدنيا سخونة سخونة أكثر من السطول البارح انهو السخان. ها شوف السماء السخان هوني هون في جمعة من زمان سخانة قتل. احنا في سيرتو عنا في سياقة سخانة أكثر من هنا تعرفها ياسر ياسر السخانة مش نورمال. سيرتو عن نهاري ليل ونهار سي ليل ونهار في الليل أكار كليماتيزيرات تخدم وفي النهار أنا في البحار صدقني من سنة سبتي نسكر الأحداش نص الليل وليت بدي الساعة مص ساعتين ولا بد ما عادش تحب تروح. الناس كل تلقاها في الشط، الناس كل تلقاها للصباح، مش متعودين بها الحقيقة فيها. والجويلية هيك بسخانة هذه مستانسة في أوت دي بعشرة درجات حسب ما شفت وقريت سخونة برشا. تم تحطيم الرقم القياسي نتاع القيروان اللي كان 48.3 درجة سجلنا 48.4، ولكن الرقم القياسي نتاع القيروان يبقى بتاريخ أوت 2021 اللي هو 50.3، والرقم هذا نفسه هو الحرارة المطلقة في تونس منذ بداية التسجيلات المناخية. توزر وحتى دوز سجلنا 49 درجة في جنوب شرق في جنوب غرب تونس، ودوز وتوزر كانت أسخن منطقة في العالم 9 جويلية كما قلت 2023 بالتساوي مع محطة البصرة جنوب العراق ومحطة أخرى زادة إيرانية. إذا اقتربنا من الرقم القياسي متاع توزر اللي هو 49.2 تم تسجيله منذ سنة. سيدي بوزيد كيف كيف رقم قياسي جديد 47 درجة، وسجلنا حرارة مرتفعة في عدة محطات أخرى بين 46 و 48 درجة. موجة حر متأخرة في الزمن حيث من المفترض أن تشهدها البلاد خلال شهري ماي وجوان، إضافة إلى كونها شديدة وقوية وطويلة الأمد حيث ستتواصل طيلة شهر جويلية وستكون لها تداعيات أخرى حسب الباحثين والدارسين لشؤون المناخ. الموجة دي موجة طويلة ومرتفعة جدا خاصة في حوض مجردة بسبب ظاهرة الفوهن باش تتواصل فيها الحرارة. كي نقول حوض مجردة معناتها جندوبة بوسالم باجة تستور تبرسق حتى الغرب العاصمة حتى المنوبة، هي معناتها مرتفعات جوية ديما تجلب معاها الكتل الصحراوية الحارة. وكنا سجلنا في سنوات ماضية عدة حرائق وكنا خسرنا آلاف الهكتارات، ولكن في هذه السنة الحمد لله لحد الآن ما تمش تسجيل برشا حرائق. فما زاد تداعيات أخرى، جفاف التربة هذا يهم خاصة الأراضي الفلاحية، هذه الحرارة المرتفعة وموجات الحر أحيانا تصاحبها أمطار خاصة على المرتفعات الغربية كما قاعد يصير منذ أيام في قفصة في سيدي بوزيد في القصرين، مرتفعات سليانة مرتفعات الكاف مرتفعات القيروان، وتكون سريعة تأثيرها يكون سريع، ولكن في كثير من الأحيان ترافقها عواصف رعدية ورياح قوية وحتى تبروري. وشهدنا في الأيام الماضية جريان عدة أودية في ولاية خاصة القصرين وسليانة والكاف إلى آخره. موجات حر شديدة تصاحبها الرطوبة وهو ما يفسر نزول الأمطار بعدد من مناطق البلاد، ما قد يؤشر لانفراج في درجات الحرارة مع نهاية فصل الصيف قد تعقبه أمطار الخريف.
تفعيل زيادة آلية لسعر الطماطم المرجعي من موسم إلى آخر ضمانا لديمومة القطاع، وتوفير تعويضات للفلاحين عند تضرر المحاصيل جراء انتشار مرض الفطريات، بعض مطالب فلاحي الطماطم المعدة للتحويل بعدد من مناطق ولاية نابل التي يتوقع أن يتراجع إنتاجها بسبب الصعوبات التي تعطل الفلاحين. نقص اليد العاملة وشح الموارد المائية إلى جانب تراكم المديونية هي بعض من الصعوبات التي يواجهها فلاح الطماطم المعدة للتحويل بمعتمدية قربة من ولاية نابل، وضع دفعهم إلى إطلاق صيحة استغاثة وسط ما وصفوه بغياب كلي للهياكل الرسمية للقطاع. موسم صعيب عدينا بحكم الظروف المناخية اللي تعدينا بها ومرنا بها، موسم غلاء المستلزمات اللي قاعدة تزيد بطريقة غير معناها شرعية، طريقة مهولة، ونعنيهم هالمزود الوسيط السوسة اللي دخلت علينا في القطاع متاعنا بين الصناعي وبين الفلاح، مسلزماته كلية كبيرنا فيها بالتريبل مش بالواحد، هذا مش قاعد يفينا يعطي فينا في الفاتورة متاعنا الشرعية اللي لازمنا ناخذها من المعمل. المعمل يعطيك فاتورة بنوليه باش تحاسب كما كنا قبل، ما يعطيناش. المعمل كان قبل يحاسبنا على 2% أداء فلاح يكون نخلصوا بها في القباضة، اليوم ما ناخذوهمش. التوصيل هذاك ما ناخذوش، تمشي للقباضة يقول لك ماكش خالص معايا، ما نعرفوهمش في الماشين ومليارات. وسعر الطماطم السعر علاش مش موثقة؟ فاتورة الطماطم تاع المعمل تو نمشي للمعمل نصب الطماطم للمعمل يجي يعطيني فاتورة يعطيها لي بيضة. انت مسهر لي، قلت لي مسهر لك الطماطم 270، وين ال 270؟ بس مش نطالب ليه؟ ماهيش مضمونة حتى التضمان فيها. منظومة الطماطم المعدة للتحويل أصبحت مهددة بالاندثار وفق كاتب عام الجامعة الجهوية لزراعة الطماطم بنابل، فقد تراجع الانتاج في الهكتار الواحد من 80 طنا إلى حوالي 40 طنا مقارنة بالسنوات الفائتة، بما لا يمكن من تغطية التكلفة التي تناهز 18,000 دينار في الهكتار الواحد. شنو مصير الفلاح؟ كيفاش مش غطي مصاريف؟ خدامه مش خلص الضوء مش خلص الماء، دونك مشكل كبير ياسر، مشكل عويس. ادعو الى مقاطع زراعه الطماطم كليا ونمشيو في زراعه البديله كالحبوب كالقمح كالشعير وغيرها، لان سيرون طابل. وفيما عزف عدد كبير من الفلاحين عن مواصله طاعه هذه الزراعه التي شهدت تراجعا في المساحات المخصصه لها من 4500 هكتار الى 3500 هكتار خلال الموسم الحالي، دعا البعض الاخر الى تنظيم القطاع. ونعملوا نظام فهمتني، ولي نظام معناها قانوني، كل معمل قداش ينجم يخدم من طرناطه ويعمل قداش من فلاح بحذا، وكان زين بالرخصه بالترخيص ياخذها من وزاره الفلاحه ومن وزاره التجاره. احنا طلبنا من وزاره الفلاحه مباشره باش يتم التقييم تاع الاضرار هذه ويتم التعويض، حق من حقوق الفلاح. راهو الفلاح عنده كمبيلات، عنده شيكات مديون، لابد من الدوله تتدخل باش تعوض الفلاح. تقييم الاضرار الجهات دارت، فما الاضرار موجوده معناها من 20 حتى 30% موجود، بقينا معناها كيفاش نعاونوا الفلاح. هو معناها كي نصحناه اول مره ومشينا معاه في الوحده قلنا له يلزمك تداوي في اطوم، يعني خرجنا البلاغات في الوقت، وان شاء الله معناها نوجدوا الاليات الماليه الكافيه باش نجموا نعاونوه، مش مشكل. بالعكس احنا الفلاح نتاعنا هو ينتج لنا واحنا معاه، اما ديما مربوطين بالماليه العموميه. عقود الانتاج التي وضعتها الوزاره لتنظيم العلاقه القانونيه بين مختلف الاطراف من شانها ان تحد من التجاوزات وتضمن حق الفلاح، وخاصه فيما يتعلق بالسعر المرجعي للطماطم الذي تتم مراجعته سنويا وفق ما افاد مدير عام الانتاج الفلاحي بوزاره الفلاحه. الفلاح زاد يكون عند كلمته، وكي يكون عند كلمته معناها يكون معناها الكونترا صح ومسجل في القباضه وهذا باش يضمن حقه الزوز. اما تتساهل من لو لا خلي بالكلمه هو العقد موجود وفي يضمن حقوق الناس الكل، الصناعي والمجمع وكذلك الفلاح، علاش ما نطبقوش فيه؟ وخدمناه معناها بطريقه معمومة بطريقه تشاوريه واضحه. هذا ووفق المدير العام للانتاج الفلاحي فان عمل الفلاحين صلب تعاونيات من شانه ان يخفف من اعباء كلفه الانتاج ويتحول الفلاح الى قوه ضغط واقتراح كما يحفظ حقوقه.
رغم ما تواجهه من صعوبات على مستوى السوق المحلية، وهي صعوبات عمقتها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على إنتاج الطاقة العالمية، تمكنت شركة إسمنت قرطاج من تحسين مردودها وتسجيل نتائج إيجابية لترويج منتجاتها محليا ولعمليات التصدير، وهو تحسن ساهمت في تحقيقه عوامل عدة منها حسن التصرف والتسيير والتزام شروط السوق المالية. بعد أن رسمت خريطة طريق ساعدتها على تخطي أزمة إفلاسها التي كانت تهددها سنوات ما قبل العشرية الجارية، تمكنت شركة أسمنت قرطاج في ظرف 3 سنوات من توسيع دائرة أسواقها الخارجية لتكتسح صادراتها من الإسمنت خلال الأشهر القليلة القادمة السوق الأمريكية إلى جانب السوق الأوروبية. يمضينا عقد على السوق الأمريكية يبدأ في شهر 9 فيه 1,000,000 طن على مدة سنة ممكن تمتد 18 شهر. هذا يعني باش نكونوا احنا بالنسبة للسنوات القادمة على الأقل 2023 و2024 كل ما سيقع تصديره ديجا تباع يعني. وتبعا لنجاعة التصرف في مخطط أعمالها وحسن استغلال مواردها من المواد الأولية، تمكنت إسمنت قرطاج خلال الثلاثي الأول من سنة 23 و2000 من تحقيق أرباح ناهزت 113 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، لتحافظ بذلك على نسق الأرباح التصاعدي المتعهد به ضمن برنامج إصلاحها الهيكلي الذي انطلق منذ سنة 2020. 2020 عملنا نتيجة صافية 19 مليون دينار أرباح، عام 2021 عملنا 31 مليون دينار، عام 2022 عملنا 36 مليون دينار، المبرمج عام 2023 مفروض نعمل 50 مليون دينار، ونقعد يعني في التدرج مخطط العمل ينتهي بنتيجة صافية 100 مليون دينار. وما يفسر تطور أرباح شركة إسمنت قرطاج أساسا هي الزيادة الكبيرة المسجلة في عائدات الصادرات بنسبة 64% إلى جانب التزامها بشفافية معاملاتها على مستوى السوق المالية لاعتبارها مدرجة بالبورصة. البورصة تساوي شفافية، ما فيش حتى نقاش بحكم أرقامك الكل لازمها تكون في جميع الأوقات على الأقل يقع تعديلها كل 3 أشهر. أكيد كونه تكون عملية الإدراج في السوق المالية عملية بالنسبة للشركة عملية إيجابية جدا. أول فائدة وأكبر فائدة هي أن نمكنوا الشركة من باش تاخذ أموال ذاتية جديدة اللي باش تمكنها باش تعمل استثمارات نتاعها لتطوير المؤسسة. وإحنا نعرفوا اللي أغلب المؤسسات في تونس عندها ضعف متاع موارد ذاتية، وبالتالي عندها يمكن حتى صعوبة للولوج إلى القروض البنكية. تولي إدراجها بالبورصة يمكنها من ترفيع في الموارد الذاتية متاعها لتطوير استثماراتها ولتطوير برنامج العمل متاعها. كما تساعد عمليات الإدراج بالبورصة على تطور المؤسسة وضمان ديمومتها لما تحظى به من شفافية في المعاملات خاصة على مستوى الحوكمة والإفصاحات المالية. عندنا منظومة كاملة متاع إفصاحات اللي تمكن الشركات باش تقارن بعضها، تمكن الشركات باش نشوفوا تطور الشركة من سنة إلى أخرى، وهل الأفصاحات هذه للعموم. واحتراما لتعهداتها المدرجة في برنامج أعمالها والمصرح بها في السوق المالية، عملت شركة إسمنت قرطاج على تطويل رقم معاملاتها وسداد جزء هام من ديونها التي اتخذت منحا تنازليا لتصبح اليوم في حدود 30% فقط. هيئة إدارية قطاعية خاصة بالتعليم الأساسي تلتئم لمناقشة قرارات وزارة التربية سحب الخطة الوظيفية من أكثر من 360 مدير مدرسة ووقف أجر شهر عن 17,000 مدرس ممن تمسكوا بحجب أعداد التلاميذ. صدر بالتوازي معها بيان مواطني داعم قرارات وزارة التربية صدر عن تنسيقية أولياء غاضبون. في تصريح له على هامش انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي اليوم لدراسة قرارات وزارة التربية المتعلقة بإعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجرة شهر ل 17,000 مدرس تمسك بالحجب، اعتبر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي أنها قرارات تعسفية وغير قانونية. هي إجراءات تعسفية، إجراءات غير قانونية، إجراءات الغاية منها
منها تجويع زملائنا عندما تقطع عنهم يعني أجورهم. هذه قرصنة للأجور أصبحت يعني عقوبة جماعية للمدرسين ولعائلاتهم ولأبنائهم. بطبيعة الحال هي الإدارية تناقش في هذا وسوف لن تبقى مكتوفة الأيدي وستتخذ كل الإجراءات من أجل الدفاع عن مطالبنا المشروع التي تريد الوزارة إلهاءنا عنها وفي نفس الوقت الدفاع عن زملائنا سواء المدرسين سواء المديرين. من جانبه أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهر اليوم أن الاتحاد سيعقد يوم السبت القادم هيئة إدارية وطنية تضامنا مع قطاع التعليم الأساسي ومع بقية القطاعات الأخرى. في مقابل هذا وبالتزامن مع الشؤون الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي ثمنت تنسيقية أولياء غاضبون في بيان لها اليوم القرارات التي اتخذتها وزارة التربية من أجل التصدي لحجب أعداد الامتحانات الخاصة بالتعليم الأساسي. وعبرت التنسيقية عن تقديرها لدور الوزارة في تجسيد مبادئ الدولة العادلة كما جاء في البيان، معتبرة أن تعاطي وزارة التربية في الملف التربوي لم يحد عن الالتزام بحقوق الملايين من التونسيين ممن ما زالوا يراهنون على التعليم العمومي حيث يدرس أبناؤهم بمؤسساته وفق المصدر نفسه. وأكدت في البيان ذاته أن الظرف الحالي يتطلب تكاتف الجهود بين كل الأطراف والقوى الحية في البلاد ولا مجال فيه لما وصفته بالتعنت النقابي. نحو مقاربة جديدة تثمن البحث العلمي التكنولوجي وتنزل مخرجاته في الوسطين الاقتصادي والاجتماعي، يجتمع متخصصون وباحثون من دول ضفتي المتوسط ضمن مجموعة 5+5 يجتمعون في تونس حول استراتيجية التخصص الذكي، الاستراتيجية الحديثة التي تراهن معها تونس على استثمار نتائج البحوث المتخصصة والتكنولوجية وعلى تميزها إفريقيا وعربيا في مجال النشر العلمي. هنا في هذه القاعة يشارك خبراء وجمعيون ومختصون من تونس ومن دول مجموعة 5+5 في ورشة عمل حول استراتيجية التخصص الذكي في مجال البحث والتجديد والتعليم العالي، ورشة يقول السهرون عليها إن الهدف منها هو النقاش والتحاور لصياغة مقاربة جديدة قائمة على تثمين نتائج البحث العلمي ونقل التكنولوجيا للمحيط الاقتصادي والاجتماعي. والهدف هو أنه تونس اللي هي تقريبا الدول أو الدولة الوحيدة في جنوب المتوسط اللي قاعدة تطبق في استراتيجية التخصص الذكي تتقاسم التجربة متاحة وأيضا تطور تجربتها بالحوار مع الخبراء. أكبر الأولويات حاليا هو كيفاش نثمن نتائج البحث. بالنسبة للتخصص الذكي هي موجهة للجهات، ممكن نقول جهات مش بشرط هي ولاية، يعني جهة معينة، الجهة هذيك تشوف شنو نقاط القوة متاعها، نقاط القوة متاعها على مستوى نتائج البحث، على مستوى هيكل البحث، على مستوى المؤسسات الصناعية اللي يمكن تثمن نتائج البحث هذيك. استراتيجية التخصص الذكي في إطار حوار 5+5 في مجال البحث والتجديد والتعليم العالي شرعت تونس في العمل بها في 3 جهات نموذجية وهي صفاقس ومدنين وبنزرت بتمويل من المفوضية الأوروبية وبمشاركة عدة أطراف من بينها جمعيون. يقول بعضهم إن هذه الاستراتيجية تسمح بعقد لقاءات تفاعلية مع نظرائهم. الاستراتيجية هذه جوستومون تسمح انه معناتها ان نقوموا معناتها بان رود ماب، معناتها انه هو يسمح لنا انه نحققوا النتائج هذه اللي احنا حاشتنا بهم باش البحوث بتاعنا تكون عندها فايدة لبلادنا. هي التنمية مجالية وين البحث والتكنولوجيا والتجديد يجيوا باش يرفعوا ولا يظهروا الموروث اللي عنا ولا الخصوصيات اللي عنا ويعظموا من شأنها ويحثوا بها القيمة المضافة. تونس التي تتميز في فضائها المتوسطي والإفريقي على مستوى النشريات العلمية حسب تأكيدات جامعيين كان لها دور نشيط في حوار 5+5 في مجال التجديد والتعليم العالي والبحث العلمي على الرغم من قلة الإمكانيات المالية المخصصة للبحث العلمي وعدم انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والمجتمعي. بطولة عربية أولى للحساب الذهني جمعت ممثلي أكثر من 10 بلدان عربية و120 طفلا
تنافس بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو في موعد علمي وذهني وثقافي متميز كشف مواهب الطفولة العربية الفذة في الاختصاص، نكتشف فيما يلي مشاهدينا المتوجين بينهم. توج الطفل كريم سماحة من لبنان والبالغ من العمر 12 سنة بلقب بطل العرب ضمن فعاليات الدورة الأولى للبطولة العربية للحساب الذهني التي انعقدت اليوم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمشاركة 12 دولة. ومنتعب كرمال هالبطولة ويعني هلأ كتير مبسوطين انه طلعنا ستار بعد كل هالجهد الطويل، ومنتشكر الأستاذ محمد سويد على جهده ومس نيروز المعلمي. من بعد هذا التتويج لحصير ما اشتغل كتير واتعب كتير كرمال ارفع اسم العرب وخلي يعني عنده مثل مكاني بين الأجانب والهودي الشرق آسيا. المرتبة الثانية في هذه البطولة العربية آلت إلى شقيقه التلميذ بشير سماحة، فيما تمكن التلميذ الجزائري ضياء الدين زغلاش البالغ من العمر 6 سنوات من الفوز بالمرتبة الثالثة. وصلني أنا بهذا البرنامج كتير وعم بتعب واشتغل كتير كرمال أوصل لهالبطولة، أكيد مع فريقه العمل تعبنا ووصلونا لهالمرحلة وربحنا والحمد لله. وكنت أتدرب كل يوم في الليل وفي النهار وكانت رائعة، وأشكر الأستاذة إليام وأستاذة عائشة على تدريبي كل هذه الأوقات. هذه التظاهرة تعني الكثير بالنسبة للأطفال اللي هم متميزين وتكشف حقيقة ما يتوفر في هذا الوطن العربي الكبير من طاقات كامنة. اليوم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تكشف هذه الطاقات. الطفل اللي مارس في الحساب الذهني هو طفل متميز متطور ذهنيا. نحن شاركنا في العديد من البطولات العالمية، شاركنا في اليابان وفي كمبوديا وفي ماليزيا، شاركنا في تركيا، والآن تونس تستضيف يعني البطولة العربية بمعايير عالمية. أما المشاركة التونسية في هذه البطولة فقد أثمرت 6 جوائز في أصناف عدة. المرتبة الثانية في مستوي بتوى نشارك في مسابقات خبيرة ونحقق مخيب. تربحت كاس وميدالية، أي فرحان اللي ربحت. نتدرب في الجمعة 5-4-3 مرة وزادة واحدة نتدرب 6 وإن شاء الله ديما نربحوا. شاركت بيهم في مستوى مازالوا كيبداوا معايا في الحساب الذهني عندهم شهرين الحمد لله، معناها شوية خدمة المرة الجاية إن شاء الله نخدموا ما خير ونجيبوا ما أحسن إن شاء الله. ومن المنتظر أن يشارك المتوجون 3 بالجوائز الكبرى في بطولة عالمية ببالي أواخر الشهر الجاري. سير أعمال مكتب حجاج تونس خلال موسم الحج 44,400 للهجرة، وبمناسبة انتهاء الموسم ورجوع الحجيج الميامين من البقاع المقدسة إلى أرض الوطن، موضوع لقاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن وزير الشؤون الدينية رئيس البعثة الرسمية للحج إبراهيم الشايبي لتهنئ رئيسة الحكومة الوزيرة بنجاح موسم الحج هذا العام، متوجهة بالشكر لكل المساهمين في خدمة ضيوف الرحمن لحرصهم على توفير أفضل ظروف تأدية المناسك والشعائر للحجيج كما ورد في بلاغ رئاسة الحكومة اليوم. جديد أخبار العالم نستهله من الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة التي زار فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأول مرة منذ عقد مخيم جنين الصامد في وجه أكبر عملية عسكرية يشنها المحتل الغاصب خلال العقدين الأخيرين، ليخطب في حشود الفلسطينيين المرابطين معلنا بدء إعادة الإعمار ومؤكدا لهم أن صمودهم ووحدة صفهم عزة ستواجه الغاصب دوما ودون هوادة. لأول مرة منذ ما يزيد عن 10 سنوات الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة جنين التي لم تشفى جراحها بعد من العدوان العسكري الذي شنه المحتل الإسرائيلي قبل أيام، مسفرا عن 10 شهداء ومئات الجرحى ودمار واسع يبقى شاهدا على جرم المحتل ووحشيته. ومن مدخل مخيم اللاجئين أعلن محمود عباس انطلاق عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في المدينة وفي مخيمها، مشددا على وحدة الجغرافيا الفلسطينية وسيادة القانون. الشرطة تابعة إعادة بناء المخيم والمدينة مثل ما كانت
وأحسن مما كانت. لا بد أن نتحدى بهذا العمل كل من يريد أن يخيبنا. وأثنى رئيس فلسطين في كلمة له في جنين أمام الجماهير الفلسطينية التي كانت في استقباله على أهل جنين ومخيمها الذين صمدوا في وجه الاحتلال وقدموا الشهداء والجرحى والأسرى. خيم جنين البطل الذي صمد في وجه العدوان والذي وقدم التضحيات. ويشهد حطام الشوارع والمباني المحترقة في مدينة جنين ومخيمها على أكبر عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة منذ 20 عاما في مدينة عرفت على مر تاريخها سيطرة العديد من القوى، فكانت تارة تنهض وتارة أخرى تنتكس. الحياة في جنين تطورت بصورة متسارعة عبر ما يزيد عن القرن بازدياد عدد اللاجئين فيها حتى بلغت منزلة مهمة بين المدن الكبرى بالضفة الغربية في العصر الحديث، ومن هنا يتنزل شأنها العظيم في النضال الوطني الفلسطيني منذ بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وظلت هاجسا بالنسبة للاحتلال بسبب قربها من مدن الداخل ومشاركة عدد كبير من أبنائها في المقاومة خاصة بعد الانتفاضة الثانية. لم تنجح جلسة مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء في إقرار تمديد آليات توصيل المساعدات الإنسانية عبر تركيا إلى شمال غرب سوريا بعد أن رفعت موسكو فيتو الرفض في وجه مقترح البرازيل وسويسرا القاضي بالتمديد 9 شهور أخرى في دعم روسي لرفض الحليفة سوريا هذا التمديد، وهي خطوة استاءت منها الدول الغربية. بعد فشل مجلس الأمن الدولي أمس في تجديد آلية إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا من تركيا بسبب فيتو روسي، أعربت فرنسا عن أسفها لاستخدام روسيا حق النقض لمنع صدور قرار يمدد ل9 أشهر هذه الآلية، معتبرة أن خطوة موسكو تؤكد ما وصفته بعزلتها المتنامية. كما وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية استخدام روسيا للفيتو بغير الإنساني. وكانت روسيا قد استخدمت الفيتو في مجلس الأمن الدولي أمس للاعتراض على تجديد آلية إرسال مساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر تركيا ودون موافقة السلطات السورية لمدة 9 أشهر غدا انتهاء مدة هذه الآلية التي تتيح إيصال المساعدات إلى ملايين القاطنين في مناطق تقع خارج سيطرة دمشق. وفي حين طالبت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية بتمديد هذه الآلية لمدة عام، أصرت روسيا على تمديدها ل6 أشهر فقط، واستخدمت الفيتو ضد حل وسط اقترحته سويسرا والبرازيل المسؤولتان عن هذا الملف بتمديدها ل9 أشهر، لكنها أخفقت في تمرير مشروع قرارها أيضا. ومع انتهاء تفويض العملية دخلت أمس الأول آخر قافلة مساعدات أممية مناطق شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وتدخل مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا عبر طريقين فقط هما معبر باب الهوى الحدودي بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي ومن مناطق سيطرة السلطات السورية. ووافق أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 9 جانفي الماضي على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا ل6 أشهر، في حين أكدت موسكو أن موافقتها لا تعني تغيير موقفها. ردا على البيان الختامي الصادر عن اللجنة الرباعية للطوارئ إساف والذي نظر في إمكانية نشر قوات لحماية المدنيين وانسياب المساعدات الإنسانية، أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفض السودان نشر أي قوات أجنبية على أراضيها، مؤكدة أنها ستعتبرها قوات معادية، لتؤكد الحكومة السودانية أن المساعدات الإنسانية المقدمة من الجهات الدولية تنساب وتصل إلى المحتاجين وأنها حريصة على رفع المعاناة عن كاهل شعبها. الخطر ما يزال يهدد المدنيين السودانيين جراء الصراع الدائر في البلاد، إذ تقطعت بهم السبل جراء إغلاق الجسور في العاصمة الخرطوم، فيما ما تزال الاشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني من أجل السيطرة على خطوط الإمداد، لتصبح منطقة أم درمان موقع أعنف المعارك أوقعت معها قذائف قوات الدعم السريع الصاروخية 24 ساعة الماضية عشرات القتلى والمصابين بين المواطنين السودانيين.
قبول انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو وتأجيل ذلك لأوكرانيا مع تسقيف الانضمام بانتهاء الحرب مع روسيا، إضافة إلى ترضية كييف بحزمة إمدادات عسكرية طويلة الأمد وتأجيل النظر في قبول تركيا دون تحديد سقف زمني لذلك، أهم ما انتهت إليه قمة حلف شمال الأطلسي اليوم بالعاصمة الليتوانية فيلينيوس. حتى لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي، مقولة تنطبق تماما وفق البعض على ما تضمنه البيان الختامي لقادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو مع نهاية قمتهم بالعاصمة الليتوانية فيلينيوس، قمة فتحت باب الحلف للسويد وفنلندا وتركت باب الاتحاد الأوروبي شبه مفتوحا أمام تركيا التي انتظرت على عتبته أكثر من 40 عاما. أوكرانيا التي كانت محور حديث قادة الدول الأعضاء في الحلف تحصل رئيس فولوديمير زيلينسكي على جائزة ترضية بديلة من مجموعة السبع بموافقتهم على تأمين حزمة أمنية طويلة الأجل لبلاده، وهي شبيهة بتلك التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للمحتل الإسرائيلي وفق البعض، وتتمثل في التدريب العسكري وإمداد كييف بالأسلحة المتطورة. هي جائزة بديلة عن العضوية في الناتو بما أن قادة الدول الأعضاء ولئن أكدوا أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف بات قريبا باختصار زمن الترتيبات التي يجب على الدول المعنية بالانضمام القيام بها، وعدلت سنة الانضمام الفعلي وشهرها على ساعة الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أجل حلفاء أوكرانيا انضمامها إلى ما بعد الحرب، أجل مجهول استاء منه زيلينسكي، ولكنه اعتبر الاتفاق متعدد الأطراف مع مجموعة السابع في علاقة بتسليح جيش بلاده نصرا أمنيا مهما. ضمانات أمنية قال بشأنها المتحدث باسم الرئاسة الروسي ديمتري بيسكوف إنها ستقوض أمن روسيا وستجعل أوروبا أخطر بكثير لسنوات وسنوات، ليضيف: نحن نعتبر هذا خاطئا للغاية وخطيرا للغاية، والغرب الذي قدم هذه الضمانات يتجاهل في الواقع المبدأ الدولي المتمثل في عدم قابلية الأمن للتجزئة. انتهت قمة الناتو على وقع قصف متبادل بين الجيشين الروسي والأوكراني في حرب يعول الغرب على هزيمة روسيا التي تصر على أن قطار العالم بثنائية قطبية قد انطلق، والهزيمة بالتالي ليست واردة. أكدت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ لها الأربعاء أنه لم يطرأ أي تغيير على مستوى العدد المسموح به لانتداب اللاعبين التونسيين والأجانب بالنسبة إلى الموسم الكروي الجديد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأشارت إلى الإبقاء على العدد ذاته المعتمد الموسم المنقضي. بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم المقبل تنطلق 19 من أوت القادمة. ونغادركم مشاهدينا على نبأ بيئي طيب يحمل خبر تضاعف عدد أعشاش السلاحف البحرية بشواطئنا التونسية الجميلة، وهو تحسن سجل بشاطئ الغضابنة من ولاية المهدية، ما يطمئن إلى مستوى الشاطئ الإيكولوجية الذي يحتاج مزيد المسؤولية المواطنية لحمايته من التلوث وصونه ملجأ للسلاحف محرار التوازن البيئي على كوكب الأرض. عش جديد لسلحفات بحرية تم اكتشافه بشاطئ الغضابنة من ولاية المهدية، ليرتفع بذلك عدد أعشاش السلاحف البحرية ضخمة الرأس كاريتا كاريتا إلى 21 عشا، لتتصدر الجهة بذلك المرتبة الأولى هذه السنة من حيث عدد الأعشاش بعد جزيرة قوريا. لاحظنا كونه فما يعني العدد تزايد بطريقة غير عادية، والحاجة اللي تلفت الانتباه كونه إلى حد الآن يعني العدد اللي موجود هوني من الأعشاش هو الضعف، نجم نقول الضعف اللي موجود في قوريا، نظرا مع الأسف كونه تعذر علينا متابعة الأعشاش السلاحف البحرية في قوريا الكبرى نظرا لعدم الحصول على التراخيص اللازمة، ولكن هوني قاعدين نعمل في المتابعة اليومية في الشاطئ هذا اللي باش يكون عنده قطعا يعني قيمة معنا على المنظومات البيئية في تونس. من عملية التعشيش إلى عملية التفقيس ونقوم بجمع العينات باش نفهموا الظاهرة هذه شنو سببها، اسكو تونس ولات منطقة أهلة للسلاحف البحرية، اسكو معناها توا وإلا باش تقعد، دونك احنا باش ندرسوا هذايا على ظل التغيرات المناخية. مهم برشا باش نخليو السلحفات الصغيرة تمشي طبيعيا باش تعاود
ترجع تبيض في تونس مش في بلاصة أخرى. عملية تمشيط يومية ومراقبة متواصلة لتحيين المعطيات حول هذه الظاهرة بمشاركة المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار وجمعية أزرقنا الكبير وبعض النشطاء البيئيين من المواطنين المحليين. حاولوا ناخذ أول حاجة البوان جي بي اس متاع العش باش نحدوا البلاصة متاع العش هذا، ومن بعد كي يتصب في معناتها كارت تحضر باش نعرفوا التمركز متاع العشاش وين، خاطر ذيك تعطينا فكرة على أن هي البلاصة اللي في الشط تصلح أكثر للتعشيش. كما رينا لقيناها باظت في كثبة رملية في الديون بعيدة قرابة 20 متر على البحر، يعني هذه سلحفاة عندها خبرة في التعشيش، معناتها مش أول عام عندها وحمات تسمى العش متاعها محمي. سلاحف بحرية وجدت في شاطئ الأغضابنة الذي يمتد على طول 19 كيلومترا ملاذا لوضع بيضها هربا من أياد عابثة قد تطالها. موقع إيكولوجي طبيعي وإن غزته قوارير البلاستيك ومخلفات بعض المصطفين، إلا أنه قد يصبح وجهة للسياحة والثقافة البيئية إذا ما توفرت التهيئة والحماية اللازمتين. فيما يلي مشاهدينا تذكير بعناوين الأخبار. انقطاعات ماء الشرب والكهرباء المتكررة ببعض مناطق البلاد تربك حياة المواطنين اليومية في ظل ارتفاع درجات الحرارة القياسية. فلاح وطماطم المعدة للتحويل في نابل يطلقون صيحة فزع جراء الصعوبات التي يواجهها القطاع، ويطالبون بتعويضات عن تضرر محاصيلهم جراء انتشار الفطريات. لأول مرة منذ أكثر من عقد الرئيس الفلسطيني يزور مخيم جنين ويعلن انطلاق عملية إعادة أعمار ما دمره المحتل مشددا على سيادة القانون. جديد الأخبار وصديقه ومفيده تتابعونه عبر نشرات إخبار التلفزة التونسية بيت التونسيين. سهرة رائقة مشاهدينا.